أن تقرأ. عرفتي وصلت ل 700 لايك. قوي قلبك. أن ترى. عملت لي لايك. هبطت تصور على انستغرام. شفت الفيديو على السوشيال ميديا. أن تشارك. أعطيني رأيك بكل حرية وبالعربي الفصيح. طفي النور. هوى الأيام مع ريتا خوري وطارق حمدان. مساء الخير، أهلا بكم في هوى الأيام. سأبدأ بما كنت قد نشرته منذ يومين على شبكات التواصل الاجتماعية. نشرت صورا تجمعني بزميلتي سميرة إبراهيم، تم التقاطها في فبراير شباط الماضي استعدادا للترويج لبرنامجنا الجديد واسمه هوى الأيام، والذي كان من المقرر أن نبدأ فيه معا في 5 مارس أذار الماضي، لكن كان للقدر رأي آخر. سرق مني أعز أحبابي فاحتجبت وانطلق البرنامج من دوني. طارق حمدان رفأ سميرة طوال هذه الفترة وقام بالواجب على أفضل ما يكون. اخترت أن أعود إلى الأثير بعد غياب يوم عيد العمل بالذات، لأن له رمزيته الخاصة، خاصة جدا، وها أنا قد عدت. اتفقنا سميرة وأنا على أن نبدأ معا اليوم البرنامج، غير أن سميرة مضطرة للغياب هذين اليومين، وها هو طارق مجددا معكم ويرافقني خلال هاتين الساعتين من هوى الأيام. كل التحيات لسميرة إن كانت في الاستماع، وعلى الأرجح هي في الاستماع. تحية لخيري في التنسيق ولوري في الهندسة الصوتية والمستمعين أينما كانوا، ولطارق المرحبة الكبرى. كل عيد عمال وأنت بألف خير طارق. كل عام وأنت بألف خير ريتا، يعني سعداء بهذه العودة، عودة ميمونة، عودة بمزيد من الروح وبمزيد من الألق، يعني على أثير مونت كارلو دولية، ويعني أكيد هوى الأيام سيزداد ألقا بك ريتا. شكرا. خلينا نستعرض ما لدينا اليوم ومنقول بسرعة سؤال، شو رأيك؟ يلا تفضل. سؤال شو رأيك، يعني سؤال كان مختصر جدا اليوم، له علاقة أيضا بعيد العمال الذي يصادف اليوم. العمل هل هو عقاب أم صحة؟ نعم، وبالبرنامج في فقرات عديدة، منها كلمة اليوم، في مثل ما ذكرنا شو رأيك، في ميديا، وستكون لنا فيها محطة مع ضيفة مميزة جدا، في موسيقى أيضا وفي كاريكاتير. اليوم اخترنا لكم موسيقى تتعلق بالأغاني التي ظهرت ولها علاقة يعني بعيد العمال، واخترناها من أكثر من مرحلة زمنية في يعني فيما يتعلق بالموسيقى العربية. نعم، هناك أيضا طفي النور، ومع موضوع حساس سيكون لنا حديث مباشر بيني وبينك في نهاية هذه الحلقة مع الدكتورة كمان عليا جاد. ولكن اسمح لي أن نبدأ، قبل أن نبدأ بكلمة اليوم بعد لحظات، دعنا نستمع إلى الأغنية التي كنت قد أعددتها خصيصا هدية لسميرة، مع تحياتنا إلى كل من يستمع إلينا. سميرة إليك. كل التحيات لها. منروح على كلمة اليوم طارق. كلمة اليوم لك ريتا.
مونتي كارلو الدولية. إلى كلمة اليوم. مفروض عليك عدم السؤال، محكوم عليك العمل ببلاش. عن فقرة كلمة اليوم يمكنني أن أقول التالي: أختار، أو ربما تختارون، كلمة احتلت مكانا بارزا طوال اليوم في أكثر من منصة إخبارية بسبب حدث أو مناسبة أو عيد. ندور حول الكلمة بكافة وجوهها وما تحمله من معان قبل أن نتركها تقودنا إلى بيت القصيد. واليوم عيد، إنه الأول من أيار مايو، إنه عيد العمل، وكلمة اليوم بطبيعة الحال عيد العمل أو العمل أو العمال أو العمال. مفروض عليك عدم السؤال، محكوم عليك العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل. عيد العمل في فرنسا، عيد العمال في أمكنة أخرى من العالم، عيد الشغل يقولون في تونس، لا للعمل ولا للعمال ولا عيد في بعض البلدان. هلأ على ذمة موقع الكلمة أونلاين، من الدول النادرة التي لا تحتفل بهذه المناسبة طارق هي هولندا وإسرائيل وبعض الدول في الخليج العربي. في فرنسا هي فرصة في هذا العيد لشراء زهور زنبق الوادي، وهذه باقة زنبق صغيرة لك، يقال إنها تجلب الحظ وهي ذات رائحة جميلة جدا. أما إذا طبعت كلمة العمل في محرك البحث جوجل سيتذكك عادته علينا ويقترح تحليلاته الشخصية. قد تجد نتائج من عيار العمل عبادة، العمل في فرنسا، العمل في قطر، العمل الصالح، العمل التطوعي. أما إذا طبعت الكلمة من دون آلة التعريف ستجد في نتائج البحث عمل العدس، عمل السبانخ، عمل المرأة، تخيل، واو واو، عمل سحر التفريق عن بعد، عمل عن بعد، عمل موسمي، ولا ننسى طبعا غداء أو عشاء عمل، طاولة العمل، أعمال منزلية، العمل بقلبي على طريقة زياد الرحباني، مجهود. طبعا إذا ذهبنا إلى المعاجم سنجد تفسيرات التالية: العمل هو المهنة والفعل، في الاقتصاد عمل هو مجهود يبذله الإنسان لتحصيل منفعة، أو هو كل فعل يكون بقصد أو بفكر. عمل العامل مع شده أعطاه أجرته أمر نادر الحدوث مع الأسف في عدد من المؤسسات هذه الأيام. مفروض عليك عدم السؤال، محكوم عليك العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل. حكم عليك العمل ببلاش. الآن إذا أخذنا الأصل اللاتيني للكلمة تريباليوم أو ما يعتقد أنه كذلك، فهناك روايات طارق تقول إن أصل الكلمة يعني أداة تعذيب، هاي تريباليوم يعني لطيف من صحة وأداة تعذيب، فرق شاسع. في العصور الوسطى تخيل كانوا المتعلمين يحتقرون من يعمل في الزراعة أو أي عمل لا يمت إلى أي نشاط فكري بصلة، كمان كان في نظرة دونية إلى كل من يعمل. أسمع اليوم كثر يتذمرون من كثرة العمل أو من الاستيقاظ للذهاب إلى الشغل أو اكتساب المهارات للحصول على عمل جيد وراتب جيد. هناك من يحلمون بالحصول على عمل لا ينالونه رغم مؤهلاتهم العالية أحيانا، وتويتر يشهد على ذلك. وهناك أيضا من يسعى لعمل لا يكون فيه رئيسا ولا مرؤوسا. العمل أوكي ضرورة بالنسبة إلى كثر منا، لكن مما لا شك فيه أن مفهوم هذه الكلمة وهذه الفكرة يتطور مع الأحيان، مع الأيام، أحيانا إلى السيء وأحيانا إلى الجيد، ويمكن بناء عليه بعد قليل العمل صحة أم عقاب. شو رأيك؟ شو رأيك أنت؟ هو شو رأيك؟ يعني رأي الكلام كثير حول العمل، حول العمال. أول شيء شكرا على الزنبق، يعني بصراحة يعني هذه الزهرة التي تنتشر في هذه الأثناء في كل فرنسا. يقال بوربونار بتجيب الحظ، الزنبق أو الميجي بالفرنسي. هناك الكثير من الإشاعات والأساطير حول هذه الزهرة. هناك من يقول أنها بدأت مع الملك شارل، هناك من يقول أنها بدأت مع حكومة فيتشي أثناء الاحتلال أثناء الاستعمار أو الاحتلال النازي لفرنسا. ولكن على العموم هي زهرة جميلة ورائحة جميلة وهي منتشرة بكثرة في هذه. طبعا بدك نسمع غنية هذا الزنبة، نسمع أغنية، وربما يعني إشارة إلى كلمتك، النظرة الدونية حول العمال لم تكن فقط يعني ربما في العصور السابقة، ولكن ما زالت حتى الآن للأسف. نعم، ومنلاحظ هالشي بأكثر من موضع وربما نعود إليه في فقرات لاحقة. بعتقد يعني شانسون سنتكلم موسيقى إذا.
That's what I'm puffing, OG. And been one since I was young enough to know that everybody was gonna know me. Most niggas don't see. The bigger the bill, the harder you fall. Well, I'm throwing mine, 'cause my money low. The quicker you're here, the faster you go. That's why where I come from, the only thing we know is the bigger the bill, the harder you fall. Well, I'm throwing mine, 'cause my money. Work hard, play hard على طريقة ويز خليفة. وهننتقل إلى سؤال اليوم. صحة عقاب؟ الصحة العمل هو صحة أم عقاب؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي في هوا الأيام على فيسبوك وعلى التويتر. يعني كانت النتيجة 74% قالوا صحة وتقريبا شي 26% قالوا عقاب. هذا على فيسبوك؟ هذا على فيسبوك. أما على تويتر فعند 78% قالوا صحة و 22% قالوا عقاب. هناك شبه إجماع يعني. ما بعرف إنه الناس يمكن خايفة من قصة عقاب. عقاب عندك تعليقات؟ أنا عندي ضيفة، شو بتحب نبلش؟ يلا منبلش بالضيفة. ضيفتنا كان عندها رأي بهذا الموضوع بالذات قبل أن نطرح السؤال ربما. وضيفتنا هي الصحفية اللبنانية والمدونة دوحة شمس. مساء الخير، كل عام وأنت بخير. مرحبا. مساء النور. مساء النور يا ريتا. مساء النور يا طارق. أهلا وسهلا فيكم، كل عام أنتوا بألف خير. وأنت بألف خير. اليوم عجقة عندكم بفرنسا في مظاهرات. دائما في مظاهرات بفرنسا.
ليكو عنا كمان بعدني راجع من مظاهرة. هو عيد العمل قام أساسا على اندلاع مظاهرات وقتها كبيرة بال 1883 أو 86 ما عدت بذكر. صحيح، وكان وقتها يعني لازم نتذكرهم لشهداء ذلك اليوم الأمريكان اللي كانوا بشيكاغو، لأنه من بفضل نضالهم قدرنا نحصل على 8 ساعات عمل وثمان ساعات راحة وثمان ساعات نوم يعني مبدئيا. يعني صحة العمل. أكيد صحة. أنا مع اللي بيقولوا صحة، بس كمان بفهم اللي بيقولوا عقاب، لأنه بالنهاية نحن عم نعيش بفترة من الفترات يعني عم يصير فيها نوع من دهس لمكتسبات العمال. الناس من خوفة من البطالة عم تشتغل على أكثر من شغل، عم تقبل بأشياء ما كانت تقبل فيها قبل، من نوع إطالة أوقات العمل يعني ولا لا؟ يعني ربما يعني أتفق معك شخصيا، يعني ضحى يعني حد يعني، وخصوصا إذا تحول العمل إلى استعباد، وللأسف يعني نرى يعني هذا النوع من العمل في العديد من بلدان العالم. صحيح هذا الكلام اللي عم تقوله. حتى اليوم أنا نزلت في جولة حول المنزل، يعني ما بعثت كثير، أفران فاتحة والمتعاونيات ودكاكين فاتحة ومؤسسات فاتحة يعني، والناس عم تشتغل عادي يعني. يعني بتعرفي ضحى، بتعرفي ريتا، يعني ربما أكثر شيء بيسترعي انتباهي، وهذا التعليق قرأته اليوم على الفيسبوك، أن حتى في البلدان العربية وغير العربية دائما من يحتفل بعيد العمال يعني هم الموظفين، بينما العمال الذين يشتغلون في المهن البسيطة جدا يعني بكفوا شغل، وكأنه يعني عيد العمال لا يخصهم مثلا. شو رأيك ضحى؟ صحيح هذا الكلام، لأنه خاصة لما بيكونوا في شركات خاصة وبيكون شوي القوانين رخوة يعني بما يخص تطبيقها في بعض البلدان، فبالتالي يجري استعباد، يعني هناك استعباد لهؤلاء العمال. لكن هذا لا يقبل، أنه خلينا نرجع نقول نركز على نقول أنه العمل هو نعمة فعليا، خاصة لما بتكون عم تشتغل بمهنة بتحبها وعم تقدر تحس أنه عندك مهمة، يعني عم تحاول تأدي مهمة بمجتمعك، خدمة، فهذا شيء بخليك تتفتح يعني تفتح للشخصية. هل يعطي عيد العمل حق الناس معنويا على الأقل، هيك إنه عيد والله وبهجة ورهجة وأزهار ومظاهرات؟ يعني على القليلة في عطلة مثل ما بيقولوا، مش مثل عيد الأم يا ريت تعرفتي، حتى ما بيعطوا عليه يعني. هناك بلدان تحتفل بالعيد على ما يبدو، قرأت في تقارير تحتفل بالعيد ولكن لا يحصلون على إجازة، يتابعون العمل في هذا العيد، لا أعرف كيف يحتفلون، يعني كان الخبر مبهم. زينا مثلا بيحتفلوا لما بيرجعوا على البيت. ربما بلوكي يجب القول أنه في أغلبية البلدان هي تحتفل، ولكن هناك بلدان لا تحتفل. أظن هناك أفغانستان لا تحتفل، السعودية والبحرين لا يحتفلون بعيد الأم، بعيد العمال عفوا، يمكن لأنه الأجانب العمال يعني لما بيرجعوا على بلادهم بيحتفلوا. سنبحث بهذا الموضوع في عيد العمال المقبل، عمل أو عمال، عيد عمل أو عيد عمال. هو يجب أن يكون عيد العمال، هو ليس عيد العمل، لأنه لو كان العيد للعمل فيجب أن يعملوا. ما رأيك أنت؟ أنا أتبع التقويم الفرنسي، عيد العمل. كويس كويس، خليك عليه. بس أنا حابة بس وجه كلمة صغيرة بهذه المناسبة، تحية لذكرى أول رب عمل لي الراحل جون لابي اللي تركنا من شوي، وبنفس الوقت كمان بدي وجه تحية للصديقة والعزيزة زوجته ريتا خوري، اللي رغم كل ألامها وأوجاعها اليوم عم تشاركنا بهذا العيد وعم تأدي مهمتها. شكرا يا ريتا. شكرا ضحى. شكرا ضحى.
هوى الأيام. كنا عم نسأل شو رأيك وكان في تعليقات على سؤال العمل صحة أم عقاب. من جهتي من تويتر طارق عندي دكتور مجدي الشريف قال لك يا ريت إضافة اختيار آخر بالاستطلاع وليكن غير متأكد أو رأي آخر أو ليصبح أقرب للعلمية، فهذه مصادرة للاختيار. اعتذرت منه وخبرته أنه الاختيار كان بناء على أشياء قلناها بالحلقة الليلة. حساب باسم سيد الجياع كمان على تويتر قال لك أكيد العمل صحة، عندما توقف عن العمل أجدني شخصا آخر، كل شيء فيني يتغير، نفسية والوزن يزداد، وعلى العكس مع العمل طبعا لنأخذ بالحسبان أن العمل المقصود هو العمل الذي تحبه. حنان إبراهيم يعني على الفيسبوك على صفحة هوا الأيام على الفيسبوك تقول العمل عقاب لمن لا يدرك الحياة. أما عكي براء يقول كل عام وكل عمال العالم بألف خير والتحية للعمال الشرفاء في كل بلدان الدكتاتوريات. حلو. بشير المرقبي يقول العمل صحة ولكن لابد من وجود فترة راحة للجسم من أجل تجديد النشاط والحيوية. نتفق معك بشدة يا بشير. أما خالد حلمي يقول العمل صحة إذا كنت تحب عملك لأنك تحس بالنشاط وأنت تقوم به والعكس صحيح. تمام. نذهب إلى ربما الكاريكاتير. ولماذا الكاريكاتير اليوم؟ يعني الكاريكاتير لأنه يعني هناك كاريكاتير ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تداوله كثيرا يعني في وسائل التواصل الاجتماعي، يتعلق أيضا رتا بعيد العمل أو عيد العمال بالأول من مايو. يعني بإمكانكم مستمعين مشاهدة هذا الكاريكاتير على صفحة هوا الأيام على الفيسبوك. أيضا كاريكاتير جميل بتوقيع من؟ بتوقيع أسامة نزال. كاريكاتير جميل. يعني هناك عامل يعني يتم رفع يده من قبل ربما بيزنسمان كما يظهر بسيجار وبنظارات فقط في الأول من أيار، ولكن باقي الأيام لا نجد صورة هذا العامل. سنتحدث أكثر حول هذا الكاريكاتير. معنا الآن أسامة نزال من فلسطين. مساء الخير أسامة. مساء الخير طارق ومساء الخير لراديو مونت كارلو. مساء الخير أسامة. أنا ما بيطلع لي؟ طبعا بيطلع لك. أعتذر طبعا. لا ولا يهمك ولا يهمك. مساء الخير إليك ومساء الخير لطارق ولراديو مونت كارلو ولجميع المستمعين الكرام. سعداء بسمع صوتك دائما حبيبي. يعني طارق. أسامة، لماذا هذا الكاريكاتير؟ لماذا يعني هذه الصورة اليوم؟ أنت من فلسطين، حدثنا. نعم صحيح. بداية أنا أريد أن أقول عبر منبركم الجميل والمنبر الحر يا أخوي طارق، كل عام وجميع عمالنا في العالم وعمال فلسطين بألف خير، لأنهم هم الشريحة المهنية الأساسية التي تكون اللبنة الأولى من مقومات الدول. يعني صراحة كاريكاتير اليوم لقد جاء بسبب عيد العمال الذي صراحة الجميع يريد أن يتسلق على هذا اليوم الخاص بالعمال، وأنه جميعهم متعاطفين مع العمال وأنهم جميعا يهتمون لأمر العمال وأن مشاكل العمال تهمهم. ولا أدري لماذا في هذا اليوم في الواحد من أيار دائما من كل عام مشاكل العمال تهم الجميع، والجميع يبدأ يبكي ويبدأ يتصور ويلقي الكلمات ويلقي الصور ويقدمها لمساعدة العمال في هذا اليوم. أسامة صراحة نعم، يعني في الكاريكاتير إذا نظرنا عليه نجد نقد، نجد سخرية، وكأنه أسامة نزال يقول صحيح. يعني أنا لا أؤمن بهذا العيد أو أن هذا العيد هو عيد لا يقنعني. هل هذه هي الرسالة التي حاولت مثلا قولها من خلال الكاريكاتيرك؟ بصراحة برسمة الكاريكاتير اليوم أنا أريد انتقاد دائما السياسيين ورجال الأعمال الذين لا يتذكرون العامل إلا في هذا اليوم. فأنا دائما أنتقد أيضا أن يكون للعامل يوم واحد في السنة، لأن العامل موجود على مدار السنة كاملة، وأن العمال دائما هم الذين يقدمون أرواحهم وأعمارهم وجهودهم وعرقهم من أجل ممالك السياسيين ومالك رجال الأعمال. وأنا صراحة استهجنت صراحة بسبب الكاريكاتير استهجان اليوم، كان في إحدى الشركات الكبرى قدمت عروض وتنزيلات 10% للعمال في هذا اليوم، ولا أعلم لماذا لا يريدون أن يقدموا 10% مثلا لكل يوم وخاصة للعمال.
نعم. الكاريكاتير أسامة عادة متى تشعر أنه ترك أثرا إيجابيا أو حتى سلبيا؟ كيف يعود لك لإلك يعني هيدي الردود الفعل؟ كيف تلمسها؟ بإيش بتلمسها؟ يعني صراحة رسمة الكاريكاتير عندما أقدمها للجمهور كيف تعود لي سلبا أو إيجابا أعتبره نجاحا، أم إذا كانت الكاريكاتير لا تعود لي لا سلبا ولا نجاحا أعتبر أن الكاريكاتير لم يوصل الرسالة بالطريقة الصحيحة. كيف تشعر أنه ترك أثر أو صدى بمكان ما؟ بتفاعل الناس والترويج لنفس الكاريكاتير. يعني أنا أرى معظم الناس الذين يعني احتك معهم عبر التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أن يقوموا بأخذ الكاريكاتير وكتب مثلا مقولة عنها أو كتب قصيدة أو كتب مقالة عنها أو إرفاقها بصور أو إرفاقها بحكاية وقصص تأثروا بها من خلال هذا الكاريكاتير. نعم، شكرا أسامة، المزيد من التوفيق، المزيد من الإبداع أيضا. تحياتي طارق، شكرا لكم جميعا. شكرا عزيزي. سنصل أو وصلنا إلى فقرة ميديا ونحن نبحث عن الخط الذي سيصلنا بضيفتنا في فقرة ميديا. طارق اليومي مفترض تكون ضيفي عزيزي على قلب مونتي كارلو، على قلبي تحديدا وعلى قلوب الكثير من مستمعينا. هي رافقت راديو مونتي كارلو منذ انطلاقتها وساهمت في صناعة مجدها مع كثر كانوا هنا في الراديو، طبعا مجد وتاريخها، ثم غادرت، لكنها يا لوري لم تغادر الميكروفون. 21 سنة مرت على ذلك اليوم الذي دعيت فيه لاكتشاف ما غدا بعد ذلك، محور اهتمامي وأيامي وصلب حياتي، راديو مونتي كارلو. إنها إذاعة جديدة، قال لي محدثي
وستنال شهرة واسعة ولم يكن مخطئا. كان هذا أول عهدي بمونتي كارلو، في أول عهدها جلست أمام الميكروفون، تنحنحت قليلا وسجلت الجمل المكتوبة في الورقة. أحدها تقول: هنا راديو مونتي كارلو، نحن نبص على الموجة المتوسطة 243 مترا، أي 1232 كيلو سايكل. هل تستمعون إلينا بوضوح؟ هكذا كانت البداية، بداية الإذاعة وبداية حكايتي مع ولع العمر، هذه الإذاعة التي شهدتها وليدة وهي اليوم شابة يافعة، ستحتفل قريبا جدا بمرور 20 عاما على بدء بثها الفعلي في ذلك الزمن البعيد والماسل دائما في الذاكرة. وكانت المذيعة الناشئة أيام تحاول أن تكون على قدر المسؤولية، تحاول أن تكون على قدر المسؤولية ببذل كل ما يلزم من جهد وطاقة لتحقق الوعد الذي حمله عنوان أول برنامج، برنامج اقترحته الإدارة آنذاك بعنوان أحلام ذهبية. الكلمة كانت ولا تزال لها قدسية، تفرض الصدق والأمانة في قولها والاستماتة في الوفاء لها. هو ذا الخط الذي سعيت إلى السير عليه، وهو الخيط الذي جمع كل ما قدمت من برامج على شارات موسيقية مختلفة أو ثابتة، والكلمة التي تقرب بين الثقافات في معانيها جاءت في برنامج أغاني ومعاني، ثم كان الباب المفتوح الذي سمح لنا بالخروج إلى الدنيا والميكروفون رفيقنا في الجيب. مذيعة باريسية روت في يومياتها بأمانة صحفية تمنتها مثالية كل ما سمعته من أولئك الذين وثقوا بميكروفونها وأسروا له بمكنون القلب. كان هذا مقطع اجتزأته من وداع، من حلقة وداع هي محمي لراديو مونتي كارلو بعد 20 عام من العمل فيها. منذ أيام طارق تم تكريم هي محمي في دمشق، تم تكريم 50 ما بعرف أيها الأصح سنة من العطاء. تخيل 50 سنة يعني وراء الميكروفون. فيني أقول هون أنه راحت من مونتي كارلو على استوديوهات إذاعة الشرق في باريس، ومن بعد إذاعة الشرق هي حاليا منذ عام 2007 في إذاعة شام اف ام في دمشق ولا تزال فيها. هي محموي ألف مبروك التكريم، من أين تأتي الطاقة للعطاء أكثر بعد كل هذه السنوات؟ أول شيء يسعد مساكم وكل عام وأنتم بألف خير. قبل ما أقولك من أين تأتي الطاقة، بحب أذكر بشغلة. يمكن إذا دورتوا بتاريخ سجلات راديو مونتي كارلو بعد الفترة التجريبية، افتتاحه كان يوم أول أيار 1972. يعني هاي مناسبة كتير حلوة. وعلى سيرة عيد العمل أول أيار، بهديكم افتراضيا هاي الزهرة البيضة الحلوة اللي ريحتها كتير الزنبق اللي عم بشمها طارق هلا، هيها بإيدي. واو، يلي بتجيب الحظ، وإن شاء الله بيكون الحظ معكم دائما مثل ما كان مع راديو مونتي كارلو يوم افتتاحه الرسمي بعد شهور من البث التجريبي. يلي كمان بدي اغتنم الفرصة وأبعد تحيات لسناء منصور يلي كانت يوم الافتتاح الرسمي، ويلي قبلها كنا نعمل برامج مسجلة وبس من قبرص. فنجمتنا الكبيرة كمان الله يطول عمرها، هي لحد هلأ في منتهى العطاء، سيدة سناء منصور بمصر، إلى ألف ألف تحية. 50 سنة رقم كبير، هي رقم كتير كبير مهول. كيف تنظرين إليه؟ مثل الحلم، مثل الحلم. وكيف العطاء، يعني الواحد ما بيحس انه كيف مرق الوقت، لانه دائما كنتوا عم تحكوا عن العمل بيلهي بطريقه، وقت الواحد بده يتقن عمله فبياخذ كتير كتير وقت، بس يحط بباله الهدف بيصير ما بيحس بالوقت كيف عم يمضى. وأنا فعلا 50 سنة ما بعرف كيف مرقوا. تسلينا فيهم منيح، صحيح كان في مشاكل، كان في لحظات صعبة، بس نسينا الصعب وبقي الحلو. يعني حتى يوم الوداع هلأ المقطع اللي حطيتي عم يقولوا لي بس سمعوه هداك اليوم انه ما كان شكلك حزينة. طيب يعني
بس كنت دقيقة أبكي ودقيقة أضحك وهيك يعني قضينا الزمن كما العادة. طيب يعني هي محموي يعني سعداء يعني بصوتك مجددا على أثير مونت كارلو الدولية 50 عام يعني 50 سنة عم منقول وراء الميكروفون بدون تعب بدون ملل مثلا بدون ملل إطلاقا يعني هلأ كنت أنا وعدي حالي أنه إذا صاروا 50 بتقاعد هلأ ما ردود الفعل اللي عم تصير وحتى هون الإدارة بشام اف ام عم يقولوا لي لسه بدنا 10 سنين تانيات قبل 10 سنين اللي بعده. في حدا بقدر أحكي لكم قصة هيك طريفة. في بنت صاحبتي عم تسألني أنت متقاعدة ولا بتشتغلي؟ قلت لها أنا كملت أول فترة تقاعد 40 سنة وهلأ عم أعمل فترة تقاعد جديدة. قامت حسبتهم قالت لي بتضلك عايشة؟ قلت لها إيه؟ كل العمر والطاقة هي هيام. سؤال قد يكون أخير يعني ما بدي أجزم وقفتي بهذا الموضوع. 50 سنة أجيال مرت في العمل الإذاعي وأنت لحقت كل هذه التطورات. شو التغير الأكبر اللي طرأ على المهنة بتحسي؟ التغير الأكبر أنه صار في يعني كتير كتير شباب بيستسهلوا المهنة وهذا يلي عم ينزع يعني أنه نحن وقت اللي بنشتغل بإتقان ما بيبين الجهد اللي معمول فبيصير أي حدا بيقول إيه سهلة بطلع بحكي وبضحك وبحط غنية وخلاص ما بيعرفوا أنه قديش بدها شغل. أنا هذا يعني اللي بتأسف عليه بس عم نحاول أنه نرجع الحالة الحقيقية لمهنة الإعلام. نصيحة بتعطيها قبل ما نودع بالقبولات؟ نصيحة بس أنه لا تروحوا عن الغرور يعني لا تدوروا عن مهنة من باب الشهرة والنجومية فيها متع أخرى أحلى بكتير كتير من الشهرة والنجومية. طارق لديك أقوال أخرى؟ شكرا هي محمود. شكراً ومبروك يعني وألف مبروك كتير لاتصالكم حبيبات قلبي وريتا بالتوفيق بالبرنامج الجديد وبالحظ الكبير مع الميجي ميرسي. شكرا كثير ومبروك يا باي باي. مالي شغل بالسوق مريت اشوفك مالي شغل بالسوق مريت
الأغنية لإلهام مدفعي مالي شغل بالسوق استمعنا إليها من يوتي إن. بس أنا متشوقة شو بدك تسمعنا طارق هلا؟ يلا جو موسيقي آخر. في فقرة الموسيقى اليوم اخترنا لكم ثلاث أغاني مرتبطة بالعمل والعمال من فترات زمنية مختلفة، ونبدأ من الأنغام التي تستمعون إليها الآن. أغنية الشيالين اللي عم تطربي فيها ريتا هي الأغنية التي ظهرت في العام 1919 للمغني والملحن المصري سيد درويش، الذي بالمناسبة ريتا بدأ حياته كعامل بناء، واو، ومن ثم كعامل في مقهى يقدم القهوة والشاي. وعندما يعني اكتشف موهبته في الغناء يعني أصبح يغني في المقاهي إلى أن يعني التقى بأمين وسليم عطالله، هما يعني كان من أشهر المشتغلين بالفن وقتها. أخذوا يعني معهم إلى الشام، وهناك بدأ الفن باحتراف وبدأ بدراسة الموسيقى والعود، ليعود أيضا يعني إلى مصر في نهاية العام 1908، ومن هناك سيبدأ سيد درويش تعلم الموسيقى والعزف والعود مرة أخرى ليصع نجمه في القاهرة أيضا، ويصبح واحد من أهم مجددي الموسيقى العربية. هاي أغنية الشيالين اللي سمعناها بتحسها عن جد الناس اللي بتشتغل بعمق. يعني أغنية الشيالين التي اخترناها لكم أغنية تمجد العمل، تمجد العمال، وفيها قدر كبير من الأمل، هذا الأمل الذي نتمناه لكم ونتمناه لكل الكادحين في العالم. أغنية جميلة، كلمات بديع خيري، ألحان وغناء سيد درويش. غنيها إيمان البحر درويش كمان أعاد الكثير من الفنانين يعني غنوها، وهذا شيء جميل يعني كل مرة نسمعها بتوزيع مختلف، كل مرة نسمعها بطعم مختلف، لكن دون المساس ربما بأصالتها. ننتقل إلى أغنية أخرى ربما ريتا. يلا تفضل. علي وخلي تبني وتعلي تمشي وتخلي عقلك مدني يا خيب الحالة تبني الحيطان. أغنية أخرى ظهرت بعنوان تبني وتعلي في منتصف السبعينيات لفرقة ناس الغيوان المغربية، التي غنت عنه من ناس وخصوصا أولئك الفقراء يعني الذين يعانون من القمع ومن الحرمان أيضا. الفرقة التي خرجت من حي المحمودي الفقير في الدار البيضاء تتناول في أغنيتها هذه تبني وتعلي العامل البسيط الذي يشقى ليعمر البنايات العالية للأغنياء بينما يعيش هو في النولات. وما هي النولات ريتا؟ النولات تعني بالدارجة المغربية بيوت الصفيح. فجأة أنا طارق بكمية الأغنيات اللي جمعتها عن موضوع العمل والعمال تحديدا، أشعر أن اليوم لم يعد هناك اهتمام بهذا الموضوع إذا بدك، ولا غناء ولا موسيقى. معي حق أو أنا غلطان؟ معك حق 100%، يعني ربما ليس بالسابق، ليس كالسابق في الستينات السبعينيات الثمانينيات أيضا إلى حتى يعني حتى نهاية التسعينيات كان هناك أغاني كثيرة عن العمل العمال، كان هناك أمل كبير بالاشتراكية، كان هناك أمل كبير بالشيوعية عند انهيار الاتحاد السوفيتي. هذه الأحلام ربما يعني ربما انهارت أو اختفت، وأيضا هذا النوع من الفن للأسف اليوم لا نجد أغاني كثيرة عن هذه القيم أو عن هذه الأفكار موجودة لكن لأسباب تاريخية ولأسباب سياسية ربما. ما في شك. الأغنية الأخيرة إذن شوقتنا. رفيقي صبح الجيف تركني على الأرض وراح
هاي بعرفها الأغنية. هذه بتعرفيها بس بتعرفي إنها مش لفيروز مثلاً؟ يعني أول ظهور لها لم يكن بصوت فيروز، بصوت رجل، كانت بصوت خالد الهبر. أوكي. يعني كثير من القصص ريتا تحيط بهذه الأغنية التي بدأت يعني كما قلنا مع خالد الهبر وزياد الرحباني، وكثير من يعني القصص والأساطير ربما تحيط بصبح الجيز تحديدا، يعني وعمل نظافة بالضبط، يعني هذا الاسم الذي تحمله الأغنية التي تتكلم عن عامل كادح ومثقف تجبره الظروف أن يعمل كعامل نظافة في الشوارع إلى أن تصيب يعني رصاصة قناص في بداية الحرب الأهلية. الأغنية التي لحنها زياد الرحباني وكتبها وغناها خالد الهبر في العام 1976 ظلت منسية حتى العام 2001 حين ظهرت بصوت فيروز في ألبوم ولا كيف. واو. نكفي سماع صبح الجيز بليز. يلا. حنمشي من كف الطريق طبعا. يعني هوا الأيام دقائق قليلة تفصلنا عن نهاية الساعة الأولى، ولكن هوا الأيام محمل بوقفات وفقرات عديدة في الساعة الثانية. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Je veux un jour numéro 2, une suite à l'hôtel, supplément mortel. Je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon âme n'est plus permis. 9 jours, la vie c'est du velours, et l'éternité, une nécessité. Jour 10, variation du délice, que voudrais-tu faire? Une balade en mer. Chaque jour, dépendance à l'amour, pas de danse autour. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. C'est celui qui revient. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens. C'est celui. Cent jours, si c'était un jour sans en avoir l'air, de l'orage dans l'air. Jour mille, t'as touché dans le mille, essence térébenthine cachée dans la poitrine. Chaque jour, dépendance à l'amour, pas de danse autour.
يتراوح عمرك بين 18 و34 وترغب في إسماع صوتك؟ شارك في مشروع Generation What، برنامج تفاعلي يرسم ملامح جيلك أنت عن طريق استبيان على الإنترنت والرد على أسئلة طريفة ومفاجئة. ادخل فوراً على الموقع arab.generation-what.org وقارن نفسك مع كل شباب العالم العربي والأوروبي. Generation What بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية. توب سبور، المجلة الرياضية في مونتي كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعيا الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، مساء كل اثنين في 8 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.